ندوز لجدول الاعمال ديالنا الجلسه الثانيه ديالو اللي فيه مجموعه ديال النقاط خاصه اللي كتهم دفاتر التحملات اللي كتهم مجموعه ديال الاتفاقيات ديال الشراكه اللي حنا في حاجه ماسه اليها خاصه فيما يخص توفير الامكانيات وكذلك حسن تدبير المرفق العام والمرافق العموميه للمدينه يعني بواحد الطريقة مهنية وطريقة عصرية وطريقة اللي يسيروها المهنيين ديال هاد المرافق هادو. إذن إلا سمحتوا النقطة الأولى دورة أكتوبر لجامعة مكناس اللي يعني هي تدشين لدخول السنة الثالثة من التدبير الجماعي في هذه الولاية الانتخابية. المفروض أنه هو نحن نستقبل السنة الثالثة أن نكون جميعا رئيسا ومكتبا ومنتخبين وسلطة محلية، أن نكون جميعا عيننا على التنمية، لأن الدخول في السنة الثالثة معناه أنه تنزيل حقيقي للمشاريع، ماشي عاد نوليو كنطمحوا. لا، اليوم كيخصنا داكشي اللي برجناه سنتين نبداو يعني تبان الثمار ديالو. وانا اعني ما اقول عندما اقول الرئيس والمنتخبين والسلطه المحليه، لان الكل مسؤول على ما وصلت اليه مدينه مكناس اليوم. مدينه مكناس وصلت لواحد المستوى لا يرضي اي واحد من ساكنه مكناس ولا اي مدبر ولا اي مسؤول عمومي، لانه ما لا شيء اصبح يعجب لا في التدبير الاداري ولا في الافق التنموي لمدينه مكناس. للاسف اصبح حتى الامل في بعض الاحيان يفقد في الافق اللي يمكن يكون من ناحيه التنموي لمدينه مكناس. وقلت هذا الواقع يسائل الجميع، يسائل الجميع بعد ان مرت سنتين بغيت نقول بيضاوين، لكن الحقيقه هو ان سنتين سوداوين، لانه البياض هو لون يرمز الى شيء جميل. وحنا كنستعملوا صفة سنة بيضاء إلى ما دار والو، لكن بالمنطق الرياضي وبالمنطق التقدم في الزمن ملي ما كدير والو معناه أنك تتراجع إلى الوراء. السنة اللي دازت وما دار فيها والو هي تراجع إلى الوراء. والحقيقة أننا اليوم لم ننجز، وأنا أتحدث بنون الجماعة، لم ننجز خلال هاتين السنتين أي شيء في مدينة مكناس. وهذا الشيء ماشي انا اللي كنقوله، راه كيقولوا حتى بعض الاخوان اللي هما مفروض مسؤولين هما مفروض يدبرون المرحله. حتى الصفقتين اللي تكلمتوا عليهم في الاعلام كثيرا، الصفقه ديال دي دوبلومون ديال لوتوروت متوقفه بحكم قضائي. لا افهم، مشروع سنوات وساكنه مكناس طمحوا اليه وما يتحلش حتى الاشكال ديال العقار، الوعاء العقاري اللي فيه توجيهات، فيه مذكره ديال عبد الرحمن اليوسفي في 2001 ديال ما يبدا المشروع حتى يتصفى الوعاء العقاري. مازال حنا اليوم في مكناس في 2023 كنتكلموا على الاعتداء المادي على عقارات الناس في مشروع استراتيجي في مدينه مكناس، ويصدر حكم قضائي بايقاف الاشغال في مشروع اللي هو مهم، ماشي شي حاجه كبيره، لكن واحد من المشاريع اللي محتاجه مدينه مكناس. انتم كتشوفوا شارع فريد الانصاري اليوم كيفاش طريقه اخراجه وكيفاش داير. ما استطعناش نحلوا حتى الاشكال ديال الاحتلال الملك العمومي. حنا كاملين هذا الاشكال ديالنا كامل. ولذلك كنظن بانه دون ان استطرد كثيرا في الواقع الذي تعيشه مكناس، كاين اشكال كبير من ناحيه التنمويه. اشكال لا مازال السيد الرئيس. لا استاذ ادريس، النقطه الثانيه. لا بلاتي ما كاينش النقطه الثانيه. نعم. هذا تدخل، تبقيتي تهضر على المشاريع وتقوم بالتقييم، هذا تدخل. الا عندك نقطه نظام خذها، والا هذه الامور غادي تجي في دفتر التحملات ومرحبا بك. مرحبا. الا بغيتي تقول لي مباشره شنو نقولوا. لا كاع ونفضيو. قول لي شنو يعجبك نقولوا. احتار نقطه نظام. مرحبا. المساله الثانيه اللي انا بالنسبه لي خطيره جدا، ما وقع في الجلسه الاولى من الدوره اللي انا سمحوا لي هذاك الشيء في مكناس
شيء عادي وما خصوش يجعلنا نرتبكوا، لانه في مكناس على اعين السلطه المحليه وعلى اعين الاجهزه الامنيه تضرب رئيس سميتو عبد الله بوانو، كتذكروا هذا الشيء؟ ولم يتحرك اي واحد، حتى الحمايه ما دارتلوش فاش كان خارج وما دعا حتى شي واحد. وفي كل الدورات كانوا كيجيو المحتجين وما تدعى حتى شي واحد، ولم تقدم ولا شكايه واحده خلال السنوات الفارطه كلها، بل اكثر من ذلك. ما عمر مجلس جماعه مكناس اجتمع المكتب باش يصدر بيان يقول انا غنقدم شكايه ضد الناس، وحنا كنعرفوا بانكم انتما كمكتب ما كتجتمعوش وما متفقينش، لكن هذه اتفقتوا فيها وصدرتوا بيان باسم المكتب. ما تقولوا لي ياسر الرئيس صدروا بوحده، الا صدروا بوحده تتحملون المسؤوليه، لانه صدر باسم مكتب جماعه مكناس. وانا نقول لك السيد الرئيس، راه ماشي معقول مكتب الجماعه تحل اشكالات حزبيه داخليه، الا كان هذا موضوع حزبي يتحل في الحزب المعني ماشي باسم جماعه مكناس. وماشي معقول اي واحد تكلم تقدموا ضده شكايه بالنيابه العامه، وهذا كلام موجه ليكم. والسلطة المحلية خصها دير دورها، لأنه دارت دورها باش تخليك رئيس، منين كان الكل ضدك بقى معك فقط السلطة المحلية، السلطة الإقليمية هي اللي بقات معك واستطاعت تحافظ لك على المنصب ديال الرئيس. اليوم خصها دير لك التوجيهات اللازمة، لأن هي قالت مكناس ما خصهاش نديروا ارتباك، بغيتوا هذا الرئيس ديروا له ارتباك باش ما يخلقش مشكل في المدينة. راه كيخلق مشكل في المدينه بدعوه، وفي نفس الوقت ادعو النيابه العامه، لانه ما يمكنش تبقى تسجل لك كل شيء، اللي دعيتيه تتابعه، ماشي معقول، ادعي المستشارين، ادعي المواطنين، ادعي الصحفيين، ادعي الناس اللي معك في الحزب. شكرا. وبزاف. شكرا. لا مازال سيد الرئيس. شكرا. اسمح لي. غنكمل النقطة ديالي. ثلاثة دقائق ديالك فيها. ما بقاش عندي. باش ما تخرجش على الموضوع. وما تزيدش عليا. لا ما كنزيدش. ما كنزيدش عليك. شوف. لا كتزيد. السيد الرئيس ما كنزيدش عليك، وهذا الشيء اللي تعلمتيه. شوف السيد الرئيس، هذا الشيء اللي تعلمتيه الطريقه باش تجاوبنا في عامين، حنا معلمينها في عمرنا كله. راه تجاوبنا ونعاودوا نجاوب، خلينا نكمل، بقات دقيقه غنكمل. وحتى النقطه. هو كاين تطور، ماشي هكذا كنت كتجاوب في 2021. ولكن حنا راه كنديروا معاك كاين ذاك المستوى. وحتى نقطه النظام. دونك ماشي معقول باسم مؤسسات الجماعه. باسم مكتب الجماعه، وانا كنوجه الخطاب للاخوان والاصدقاء اعضاء المكتب، ماشي معقول باسم مكتب الجماعه تحل الاشكالات الحزبيه ونقدموا شكايات ضد الناس، ماشي معقول بتاتا. النقطه الثالثه اللي هي نقطه بسيطه اشارها الزميل قبل، هي نقطه الاذاعه. الاذاعه ماشي الشراكه، ما فيهاش تغطي، فيها لا ديفيرسيتي، الاختلاف داخل الجماعه، خص كل مكونات الجماعه تكون حاضرة في التغطيات، وتكون حاضرة في البرامج، ويكون حاضر الرأي المهني الموضوعي المحايد. هي ماشي بورت باغول للرئيس والمكتب، لا، المفروض هي وسيلة مهنية محترمة كنحترموها، لكن كيخصها في إطار الشراكة تكون لا ديفيرسيتي ديال كل مكونات المكتب. وكنتمنى، أنا ما بغيتش ما نطلبش منك تراجع، أنا كنطلب أنه هادشي يتوقف. راه اللي كيعطي راسو وكيجي للسياسه مفروض كيولي شخصيه عموميه، يكون مستعد يسمع الهضره المعقوله وغير المعقوله ويجاوب عليها سياسيا، ماشي باللجوء اقحام القضاء في قضايا سياسيه اللي مفروض ما كنعرفوا فين غتوصل ونوليو كنحلوها بطريقه اخرى من الطرق. ولكلامي بقيه في موضوع التنميه، لان موضوع التنميه انا في تقديري هذا هو الموضوع الاساسي اللي ولينا في بعض الاحيان كنشوفوا طريقه التدبير كنفقدوا الامل، كنقولوا واش يمكن من هنا ل 2027 غتكون شي حاجه ولا ما غتكون شي حاجه. وشكرا. شكرا.